بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييك أخي أسامة، وأحيي السادة المشاهدين، وكل عام والأمة كل عام والأمة الإسلامية بخير، ونستقبل عاما جديدا، عاما هجريا، ونودع عاما هجريا آخر. فهذا العام الذي ودعناه كما يعلم الجميع بأنه كان عاما فريدا من نوعه، حيث انقلبت الموازين وجرت أحداث كثيرة على رأسها، وأهم هذه الأحداث هو حادث طوفان الأقصى. وكما سألتم ما العلاقة بين طوفان الأقصى والهجرة النبوية؟ الهجرة النبوية كما هو معلوم وكما هو مقرر الحقيقة، الهجرة وقعت في ربيع الأول، وهو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العام أو الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك الشهر الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجرة حدثت في ربيع الأول ولم تحدث في محرم، ولكن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه الملهم يعني ألهمه الله سبحانه وتعالى بأن تبدأ السنة الهجرية في محرم. العلاقة أخي أسامة وكذلك أيها الإخوة المتابعون والأخوات المتابعات، هناك كما قلنا الهجرة النبوية ليست حدثا عابرا، أو ليست الهجرة حدثا خاصا بالمسلمين، بل هو حدث تاريخي غير مجرى التاريخ وغير مجرى الإنسانية. هذه الهجرة التي أسس من خلالها نبينا صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، وشاع نورها وأشرقت الأرض بنور ربها، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور بفضل هذه الهجرة النبوية، حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا طارا بدينه من مكة المكرمة. والهجرة العلاقة بينهما، إذا الهجرة كانت حدثا تاريخيا غير مجرى التاريخ وغير مجرى الإنسانية، كذلك طوفان الأقصى غير الحقيقة المعادلة الدولية والإقليمية والعالمية، بل غير أفكار الناس، بل غير قناعات الناس، بل غير بوصلة الناس الذين كانوا ينظرون إلى القضية الفلسطينية على أنها أو بما نسيت أو أنسيت أو وضعت في طي الكتمان. لكن طوفان الأقصى أعاد الوعي من جديد، وأحيا القضية الفلسطينية كما أحيت الهجرة، أو كما أسست الهجرة لدولة النبي صلى الله عليه وسلم أو للدولة الإسلامية. إذن في نفس الوقت كذلك العلاقة، طوفان الأقصى الحقيقة وقع في 22 من ربيع الأول من هذه السنة، يعني في سنة 1445. إذن هناك حقيقة علاقة وهناك رابط قوي ووثيق بين الهجرة النبوية وبين طوفان الأقصى الذي أسس لمرحلة جديدة. طوفان الأقصى هذه المرحلة التي تغيرت فيها كما قلنا يعني قناعات الناس، رأينا الطلبة ورأينا المفكرين ورأينا الممثلين ورأينا المغنين ورأينا الحقيقة ما لم نكن نراه من قبل، أو نراه من قبل أن الناس قديما كانوا يخافون من الحديث عن القضية الفلسطينية، وكان الممثلون في هوليود وما أدراك ما هوليود، حيث يسيطر عليه الصهاينة ويسيطر عليه رأس المال الصهيوني الذي لا يسمح لأولئك الممثلين أولئك المشاهير بأن يعبروا عن قناعاتهم ويدافعوا عن القضية الفلسطينية. لكن طوفان الأقصى أحيا قلوب الناس وبث فيهم وعيا جديدا، وشجعهم على قول الحق. إذن هي مرحلة جديدة تاريخية كما قلنا، كما كانت الهجرة النبوية يعني مرحلة أسست لدولة الإسلام
ومرحلة كما قلنا غيرت تاريخ البشرية، كذلك طوفان الأقصى غير نظرة الناس إلى القضية الفلسطينية كما هو معلوم عند الجميع.